خصوصا نهوض ثقافة حقوق الإنسان والعمل مع الشركاء المرتبطين بالتنشئة الاجتماعية، مجتمع مدني، أكاديمية التعليم. وكان الانفتاح مهم على قضايا مرتبطة جديدة، يعني مرتبطة بحقوق الإنسان، خصوصا توسيع مجال حقوق الإنسان للاهتمام يعني بالحقوق الثقافية، بالخصوص على اعتبار أن غليميم أو جهة غليميم وادنون هي جهة للتلاقي الثقافي، واللي فيها ثقافات المغرب كاملة ممثلة. فهم يعني هناك المكون الحساني، مكون الأمازيغي، هناك الإرث المتعدد الإفريقي واليهودي إلى غير ذلك. يعني هناك اشتغالات مهمة في مجال الحقوق الثقافية. أما في مجال العمل الميداني في حماية، كان يعني عمل جد مهم، أولا لأنه كان جنيني وأول مرة يتم التعامل مع مؤسسة حقوقية من هذا النوع، من هذا الحجم، وكانت فرصة للتعريف بمهامها بالخصوص وتطوير العلاقات مع المؤسسات بالحفاظ على الحياد وعلى الاستقلالية اللي مطلوبة أيضا في المؤسسة. أولا يجب الإقرار بأن العيون أو جهة العيون الساقية الحمراء فيها مجتمع مدني ديناميكي وحي ومتنوع، يعني هناك اختصاصات مختلفة ولكن عمل كثيف ومتواصل. هناك أيضا عمل من مؤسسات يعني متعددة نشترك معها هم العمل، خصوصا على فعالية الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية، وهذا يعني يتطلب عمل يومي ويتطلب تشاور مستمر مع كل هذه الفعاليات وتعاطي مع انتظاراتها من اللجنة الجهوية. أكيد أن أيضا هناك عامل الهجرة الذي يعطي لهذه المنطقة زخما خاصا بتواجد يعني عدد كبير من المهاجرين، خصوصا من إفريقيا جنوب الصحراء، واللي يتطلب يعني تفاعلا خاصا مع قضاياهم في الإدماج وفي حل مشاكل الهجرة بصفة عامة، خصوصا وأن المغرب تبنى يعني سياسة خاصة في التعاطي مع اللجوء والهجرة، ونحن في اللجنة الجهوية يعني مسؤولون عن هذا التفاعل. أيضا هناك قضية وجود مجموعة من الهيئات الدبلوماسية التي أصبحت موجودة في العيون، والتي تتطلب يعني في إطار تبادل الرؤى وتقديم التجربة المغربية في مجال العدالة الانتقالية وتقديم التجربة المغربية في مجال التعاطي مع قضايا حقوق الإنسان، هذا كله يتطلب يعني مجهود خاص. اليوم يعني مع تنصيب اللجنة الجهوية ووجود أعضاء 21 عضو اللجنة الجهوية، هناك يعني برنامج عمل مكثف في قضايا مختلفة، أولا في مجال الحماية وفي مجال النهوض بثقافة حقوق الإنسان، وفي مجال أيضا تقييم السياسات العمومية أو فعلية حقوق الإنسان من خلال السياسات العمومية. وهذا العمل يتطلب برنامج مكثفا عددناه وصادقت عليه اللجنة في الدورة الماضية. البرنامج يدوم 3 سنوات، وبعد ذلك سنقوم بتقييمه وتقييمه دوريا حسب كل سنة، من أجل يعني مراجعة ما يمكن مراجعته وتثمين ما يمكن. أكيد أن يعني قضية حقوق الإنسان في المنطقة هي متابعة من طرف هيئات دولية، من طرف الأمم المتحدة، ومن طرف يعني منظمات دولية، سواء كانت منظمات غير حكومية أو المنظمات المرتبطة أو الآليات المرتبطة بالجمعية العامة للأمم المتحدة أو مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة. المنطقة فعلا قضية حقوق الإنسان هي حساسة، لأن هناك من يقوم بتسييسها والتعاطي السياسي مع قضايا حقوق الإنسان، وهو الذي يمس حقوق الإنسان في جوهرها وممارستها، ولكنه يصعب عمل اللجنة على اعتبار أنها مطالبة بالتدقيق في كل حدث، هل هو حدث حقوقي محض، هناك يعني انتهاكات فعليه، او ان هناك ادعاءات بالانتهاكات، او تسييس لوضع معين، او فبركه لحدث معين. وهذا يتطلب مجهود يعني مضاعف من طرف اعضاء اللجنه الجهويه من للوقوف في التحري والتحقيق من اجل الوصول الى حقائق وتكوين
رأي حقيقي وقناعة حقيقية حول الأحداث من أجل استصدار توصيات مرتبطة بهذه الوقائع. وهذا العمل يعني يتطلب منا تقوية قدرات الفاعلين، خصوصا أعضاء اللجنة الجهوية، ولكن أيضا المجتمع المدني الذي يشتغل في مجال حقوق الإنسان، من أجل يعني مواكبة هذه الأحداث وهذه التطورات، لأن حقوق الإنسان يجب أن تكون مواكبة للتطور التنموي، ويعني مساهمة في هذا التطور الذي يفترض أو يتطلب يعني مجتمع منفتح وقناعات راسخة بحق الإنسان والديمقراطية. وهذا هو الرهان، رهان اللجنة، هو العمل على فعالية الحقوق، خصوصا الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية، من خلال العمل اليومي مع كافة الشركاء.